اهلا بحضراتكم. بدات بالفعل الاستعدادات في شرم الشيخ وبدات الاجتماعات التحضيريه على مستوى المجالس الاقتصاديه والاجتماعيه الخاصه بجامعه الدول العربيه استعدادا لليوم الكبير يوم السبت القادم وهو يوم القمه العربيه. القمه العربيه دي كان من المفترض ان الامارات هي اللي تنظمها هذا العام، لكنها تنازلت عن دورها للقاهره تقديرا ل يعني وجود مصر الحالي وسعيها لايجاد مساحه كبيره ليها في الاقليم. يعني هي بتعيد صياغه دورها في الاقليم، الان مصر تتحرك لاعاده صياغه دورها في الاقليم على المستوى العربي والافريقي والدولي، وبالتالي كان من الانسب جدا ان مصر ايضا تستضيف هذه القمه العربيه وتكون رئيسه لها في هذا العام. تحديات كبيره جدا بتواجه الجامعه العربيه، تحديات خاصه بيها وطبيعه وظيفتها ومدى الزام وظيفتها ومدى اقتناع الدول العربيه بهذه الجامعه وكيانها، وفي نفس الوقت تحديات بتواجهها للظروف الصعبه الموجوده في الوطن العربي واخرها طبعا ما نشهده في اليمن والضربات المتتالية اللي بتتلقاها اليمن في محاولة للقضاء على الإرهاب فيها وعلى التنازع اللي قد يؤدي باليمن كلها. النهاردة الحديث عن هذه القمة العربية بيشرفنا الكاتب الصحفي سالم وهبي رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي السابق ورئيس جمعية الصحفيين الاقتصاديين. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. صباح الخير سالم. يعني أعتقد أنه القمة العربية جاء في وقتها تحديدا وبيسبقها أحداث، يعني ما كناش كلنا نتخيل انه الاحداث تسير بهذه السرعه. صحيح. شايف القمه العربيه ازاي؟ اهم الملفات اللي هتتكلموا فيها الزعماء العرب، توضيح لرؤيه امنيه جديده ربما، من فضلك وضح لنا هذه النقطه. هو زي ما حضرتك قلت الحقيقه القمه جايه في وقت شديد الحساسيه بالنسبه للمنطقه العربيه بشكل عام وللعالم كله. الحقيقه العالم كله بيعاني من الارهاب اللي بيحصل. اعتقد ان المنطقه العربيه هي البؤره اللي فيها كل هذه العمليات الارهابيه. احنا شايفين اللي بيحصل في ليبيا واللي بيحصل في اليمن واللي بيحصل في سوريا وفي العراق ويعني واحيانا في بعض المناطق في مصر وفي سيناء، وشفنا في تونس عمليات بهذا الشكل. انا اعتقد ان هذه القمه الحقيقه يعني عليها دور مهم جدا، ويجب انها تضع يعني رؤيه موحده للمنطقه العربيه وللدول العربيه لمواجهه هذا الارهاب. إضافة إلى هذا الحقيقة لازم الأسباب الرئيسية اللي أدت إلى هذا الإرهاب. المنطقة العربية أصبحت يعني منطقة حاضنة للإرهاب وللتطرف، وده نتيجة الحقيقة لانتشار مجموعة من الحاجات. أنا أعتقد القمة هتتصدى ليها في خلال هذه الفترة في اليومين 28 و29 السبت والأحد القادمين. فكرة الفقر الشديد في بعض المناطق العربية، فكرة الجهل اللي بيتجاوز يعني نسب كبيرة جدا. احنا مثلا في مصر لوحدها في حوالي يمكن 30% من الاميه، فكره البطاله المنتشره في العالم العربي. فانا اعتقد في قضايا كثيره جدا في هذه القمه، يعني القاده العرب ان هم لازم الحقيقه يضعوا لها رؤيه موحده خلال فتره قليله. نعم. اتكلمنا كثير عن الاخطار اللي موجوده في الامه العربيه، وربما اصبح العرب دلوقتي اكثر اقتناعا بضروره وحدتهم بعد ما شهدوا كل هذه المشاكل. هل في امكانيه الحديث عن قوه عربيه مشتركه او تفعيل اتفاقيات الدفاع العربي المشترك اللي كان المفروض تفعل من زمان جدا في الجامعه العربيه ولم تجد طريقها للنور؟ هل الان ونحن نشهد بعض التجمعات زي التجمع بتاع الفجر اليوم، 8 دول عربيه بتشترك في ضرب يعني الحوثيين في اليمن، فهل ممكن ده يكون نواه نبني عليها اتفاقيه الدفاع العربي المشترك؟ هو الحقيقه انا اعتقد انه مساله الضياع اللي كان في المنطقه ولا زال مستمر الى حد كبير، ده نتيجه لتراجع الدور المصري. الدور المصري لما تراجع يعني حدث نوع من الفجوه، المنطقه ما لهاش قائد. وخلينا نعترف انه الحقيقه غياب هذا الدور المصري ومحاوله بعض الدول الاخرى يعني حجمها صغير جدا، احنا مش عايزين نتكلم في هذه المسائل اللي احنا داخلين في فتره مصالحه، ونرجو ان شاء الله يمكن المؤتمر ده يشهد نوع من انواع المصالحه وتحديدا مع قطر عشان نتكلم بصراحه. فانا اعتقد انه غياب هذا الدور المصري ادى الى وجود فجوه في الساحه العربيه، ما فيش حد يقود هذه الامه. فعوده الرياده مره ثانيه لمصر، فكره الدور الرئيسي اللي بتقول، وده كان واضح جدا في المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ من ايام، ازاي العرب بيلتف حوالين مصر، ازاي هم كلهم بيسعوا يعني عن طيب خاطر لتقديم المعونه والدعم المالي والدعم الفني، واحنا يمكن ما كناش حريصين على فكره المنح، لكن الدول العربيه قدمت حوالي 12.5 مليار يعني كنوع من انواع المسانده والدعم، دي مش منح برضه. يعني سالم بيه برضه انا عايز اتوقف شويه عند نقطه قطر، وحضرتك بتقول ان المؤتمر القمه العربيه هيكون للمصالحه مع قطر، يعني كيف يكون هذا؟ ورقم واحد ان قطر هي الدوله العربيه الوحيده اللي تحفظت على قرار الامم المتحده في
في تسليح ليبيا، رفع الحظر عن التسليح بتاع الجيش الليبي. قطر هي أكبر دولة داعمة للإرهاب في المنطقة، قطر هي اليد الطولة للأمريكان، قطر بشكل أو يعني بآخر صحيح. صحيح، لكن احنا بنتكلم دلوقتي عن شعوب، سيبنا من فكرة يا فندم الشعوب مالهاش علاقة، احنا بنتكلم دلوقتي في قمة عربية بيمتلكها أو بينظمها وبيتكلم فيها أنظمة سياسية بقيادة رؤساء وملوك عرب. زي ما حضرتك بتقول الحقيقة الكلام ده يعني صحيح 100% مش 99%، ولكن احنا بنبحث عن انه الدول يعني بقية والزعماء بيزولوا، فإذا كان في فترة من الفترات حاكم معين لدولة معينة قراراته لا تتناسب مع الواقع وما الحقيقة، فإحنا بنبحث دائما عن المستقبل. فخلينا طبعا الكلام حضرتك ده صحيح 100% وإحنا بنعاني من هذا الموضوع، لكن مش هتحدث مقاطعة بين الشعوب، الشعوب لازالت بتربطها علاقات قوية مش مختلفين جداً. طبعا وده وعي عند الشعب المصري بالضبط. انه يعلم جيدا انه الشعب القطري ليس له علاقة بما تحدث من أنظمة، سوريا ليست الأسد والعراق ليست صدام سابقا ويعني وهكذا الدول بتعيش وتستمر ويجب ان يعني نتجاوز بعض الحاجات، لكن هذا لا يمنع ان هناك حساب، واعتقد ان دول الخليج سيكون لها دور واضح جدا في هذه المسألة اذا تمت المصالحة. نحن يعني نسبق الأحداث، لكن اذا حدث وجاء الأمير تميم أنا أعتقد أنه قد تكون هناك محاولات على الأقل للتهدئة، وبعدين فكرة المحاسبة من أخطأ في حق من دي مسألة تحتاج إلى وقت. الآن يجب أنه أنا وأخوي على ابن عمي زي ما بيقول المثل المصري، فأنا أعتقد أنه يجب أن يكون في مسألة الآن في هناك تحديات تتجاوز فكرة الخلافات الشخصية. وبعدين مصر يعني شاركت مع قطر في الائتلاف اللي بيضرب الحوثيين يعني فلا مانع، يعني هناك مصالح تقتضي أن نجتمع عليها حتى وإن لم يكن هناك مودة هناك مصالح. يعني بالضبط في مصالح يعني يجب أن لا يعني نتجاوز فكرة الخلافات، يجب أن نتجاوزها فعلا، لأنه هذا الموضوع سيضر أكثر بكثير جدا الدول اللي هي زي قطر وخلافها. مصر تستطيع أن تتحمل، تستطيع أن تقاوم، وهم لا يستطيعوا أن يستغنوا عن، ويمكن التصريحات اللي قالها الشيخ محمد بن راشد نقلا عن الشيخ زايد رحمه الله لما قال أن الدول العربية بدون مصر لا وجود لها. طيب أنا هاخد حضرتك لجزئية تانية وناحية تانية خالص، وهي عودة مصر للدور العربي والإفريقي. كان عندنا 13 و15 مارس الماضي كان مؤتمر الاقتصادي مصر المستقبل، يوم السبت ان شاء الله مؤتمر القمة العربية في مصر، كان في جولة للسيد رئيس الجمهورية في افريقيا وسيد رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب، كان بقى فيه اهتمام قوي جدا ومشروعات وخطط وبرامج تنموية في المنطقة دي. تمام، شايف ده تأثيره في مصر على المنطقة العربية ازاي؟ هو يعني شوف حضرتك، يعني انت حضرتك لخصت المسألة، مصر أصبحت الآن تقوم بدورها الذي يجب أن تقوم به. هي الشقيقة الكبرى، هي الريادة، يعني دي مسألة مش اختيارية، بحكم التاريخ وبحكم الجغرافيا وبحكم عدد السكان وبحكم السوق حجم السوق، كل هذه المسائل الحقيقة بتضع على مصر وعلى عاتق مصر مهام كثيفة جدا. إن شاء الله متوقع في خلال هذه القمة كما حدث من نجاح إن شاء الله في قمة المؤتمر الاقتصادي مصر المستقبل، نتوقع أن في هذه القمة أيضا إلى جانب الحفاظ على الأمن العربي والمسألة تشكيل قوة عربية، وإحنا يعني أعتقد مصر هي الوحيدة المؤهلة لهذا. رئيس السيسي كان واضح وقال مسافة السكر، ونحن الآن بنستعد، ويعني مسألة تنسيقية، إذا طلبت دول الخليج والسعودية واليمن تحديدا طلبت مصر التدخل، أنا أعتقد المسألة هتبقى سريعة جدا. القوات الجوية وبيان الخارجية كان واضح، القوات الجوية والقوات البحرية، وإذا استدعى الأمر القوات البرية أيضا، لأن الأمن الوطن العربي مهدد الآن. المسألة تحتاج الحقيقة إلى يعني يبقى في قائد. الآن أصبح هناك قائد، مصر بتقود العملية. الحاجة الثانية إنه إحنا بنتكلم عن أمن، ليس فقط أمن عسكري، إحنا بنتكلم عن أمن غذائي، بنتكلم عن أمن في الطاقة، حدث عن أمن في الأوضاع الاجتماعية، لأنه هذا المجتمع العربي الحقيقة يحتاج إلى كثير من التعاون. مصر عندها قوة فنية وبشرية وتكنولوجية أيضا، الدول العربية لديها أموال في مناطق فيها أرض زي السودان وخلافه، فهذا التكامل الحقيقة أنا أعتقد هيبقى محور مهم جدا من محاور المؤتمر القادم. إحنا بنتكلم عن السوق العربية المشتركة، بنتكلم عن اتحاد جمركي يكون يطبق هذا العام، بنتكلم عن إنه في 2020 يكون في سوق مشتركة بالفعل، بنتكلم عن إنه لازم يكون هناك ربط
حلم الحقيقه انه يكون في سوق عربيه مشتركه، وده نادينا بيه كتير جدا ونادي بيه. كان حلما كان حلما يعني اصبح حقيقه. المهم انه ما يكونش في خيال من خيال في هوا، لكن يعني هل الناس حاسه دلوقتي بقى في اراده سياسيه حاسين ان لو ما عملوش هو ده الكلام اللي قاله الرئيس السوداني حتى في اللقاء بينه وبين اثيوبيا ومصر في الاتفاقيه الاخيره او اعلان المبادئ. طيب غياب سوريا، مقعد سوريا شاغرا، يعني ده تأثيره ايه على القمة العربية؟ ولم يعني تستدعى المعارضة ولم يستدعى اي طرف لتمثيل الشعب السوري؟ خلاف على من يمثل سوريا. كان في وجهة نظر تقول ان المعارضة تحتل هذا الموقع وهذا المقعد، في بعض الدول قد هينسحب لو الناس دي جت، فبالتالي هو يعني مسألة خلافية. وانا اعتقد طبعا ان غياب سوريا غياب يعني جزء مهم جدا المنطقة العربية زي العراق، بنتكلم على دولة ذات عواقة، دولة ليها تاريخ، ليها حضارة، لها وزن نسبي كبير جدا وليها ثقل يعني، ولا تستطيع الأمة العربية أنها تستغنى عن سوريا. سوريا ليها ثقل مهم جدا، وأنا أعتقد إن ابتدت الرؤية تتضح. في فترة من الفترات كانوا الإخوان بيساعدوا التيارات الدينية اللي موجودة هناك، حدث نوع من الانقسام. ابتدت لما حسوا إن سوريا حظية وإن المصلحة القومية للمنطقة العربية كلها تتطلب إن احنا نحافظ على الشرعية، لازم يكون في ديمقراطية. أيوة لازم يكون في ديمقراطية، بس يعني بس هذا لا يكون على حساب إن احنا ننشئ الإرهاب، إن احنا ندمر دولة ذات عواقب زي سوريا. في خطوات يجب ان تتبع. انا اعتقد انه ابتدت الرؤيه تتضح. كان في خلافات بين مصر والسعوديه في وجهه النظر، البعض يرى وجهه نظر والسعوديه ليها وجهه نظر اخرى. ابتدت المسائل تتضح الان، واصبح هناك تقارب بين الدولتين الكبرتين مصر والسعوديه. مصر كان ليها راي فندم في موضوع سوريا، وقالوا الرئيس عبد الفتاح السيسي في الامم المتحده قال ان الحل في سوريا هو حل سياسي طبعاً. بالدرجه الاولى صحيح. يجب ان يكون جميع الاطراف متواجدون على طاوله المفاوضات ويحصل حل سياسي بقيادة الأمة العربية مع صحيح. مع سوريا، لأنه زي ما حضرتك وأنا بأيد كلامك إن سوريا هي ثقل سياسي كبير جدا طبعاً. وما نقدرش إن إحنا نغفله يعني طبعاً. عودة الجيوش العربية مرة تانية، الأمريكان لعبوا على مخطط الشرق الأوسط الجديد، عندنا تفتيت الجيش العراقي ثم تفتيت الجيش السوري ثم ما يحدث ثم حدث في ليبيا وهكذا. النهاردة في القمة العربية تتخيل انه يعود مرة تانية تسليح هذه الجيوش واعادة نظامها مرة تانية، ولا القوة العربية المشتركة اللي هتجمع كافة اطياف الوطن العربي؟ يعني انا اعتقد البداية تكون بالقوة العربية المشتركة دي الاول لازم لانه يعني مسألة اعداد جيوش تحتاج الى وقت، الى تسليح، الى تدريب، تحتاج الى سنوات. فالمسألة القوة العربية المشتركة يبقى في قوه يتفق على العرب انها دي ملك للعرب كلهم، انا اعتقد دي البدايه لانها سريعه جدا. عندنا جيوش عربيه قويه تستطيع ان تدافع عن المنطقه، وطبعا على اثار الجيش المصري يعني ربنا يحفظه ان شاء الله. يعني المساله الحقيقه يجب ان احنا كل واحد يوظف امكانياته. الدول العربيه فيها امكانيات ضخمه جدا. الطائرات الوفائيه الاخيره دي محتاجه ان حد يمولها. احنا نستطيع ان نستوعب هذه التكنولوجيا، نستطيع ان نستخدمها في الدفاع حتى عن هذه المناطق. لدينا ناس مدربين على اعلى مستوى عالمي. الجيش المصري بيصنف من ضمن الجيوش العشرة الاوائل على مستوى العالم، يمكن من الستة الاوائل. فبالتالي يجب ان نوظف كل هذه الامكانيات في ان احنا نعمل نوع من التكامل بين المنطقة العربية. زي ما قلنا في ناس عندها فلوس، في ناس عندها قوة عاملة، في اسواق كبيرة جدا زي مصر، واسواق للاستيعاب واسواق للتشغيل وعماله ودوله شابه زي ما قال الرئيس السيسي. لدينا اكثر من 30 مليون شاب، يعني دي مساله الحقيقه يعني ثروه قوميه ضخمه جدا صحيح. ومتعلمه كويس على فكره. احنا صحيح بنشكو من بعض ان العماله محتاجه لتدريب يعني، لكن ده الحقيقه سهل ان هو يحدث فيه. لطيف ان حضرتك يعني قلت حكايه الشباب ده، لان احنا معانا الفقره القادمه بتتكلم عن النشأ، والنشأ دول هم يعني اساس الشباب. فيعني نتمنى ان الايام اللي جايه فعلا تكون احسن من اللي راحت، واذا كان عندنا 40 مليون شاب جاهزين لسوق العمل بعد تدريبهم، احنا كمان عندنا قوه اطفال بتبشر ان الامه دي جايه والامه دي قادمه. الله احسن من الجيل بتاعنا واحسن من الاجيال القادمه ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ سالم، اشكرك. هنخرج لفاصل، وزي ما قلنا ملخص هذه الفقرة اتكلمنا على ملفين مهمين جدا هيكونوا موجودين في القمة العربية. مصر بتعود لريادتها في المنطقة عربيا وإفريقيا. خلينا نتفائل، ما يحدث في الخليج الآن وما يحدث في اليمن الآن نتخيل هي إفاقة لأنظمة عربية تفتتت كتير، بعدت عن بعض كتير، النهاردة بتتجمع
وخدوا دايما الافضل في هذه الاحداث. بعد الفاصل ان شاء الله هنلتقي بيها نهلة، هنلتقي بقى بشباب المستقبل، هم الاطفال اللي معانا النهارده اللي هيعملوا لنا اوبريت جميل جدا، مصر المستقبل وبكره افضل، هيغردوا لحضراتكم من خلاله مجموعه من القيم بطريقتهم اللطيفه واللي حرص المعلميهم على تعليمها ليهم بشكل لطيف، بعيد بقى عن التلقين المباشر ولكن عن طريق الاغاني وعن طريق المسرحيات وغيرها من الادوات اللي ممكن تعلم في شخصيه الطفل طول عمره. خليكم معانا بعد الفاصل ومجموعه معلمين واطفال هيعملوا لنا اوبريت لطيف جدا عن مصر المستقبل.